ولاد حلال. ده انا كنت جاي لكم. اهلا وسهلا. طب تعالى نطلع دلوقتي وبعدين نبقى نروح مشوارنا بعدين. ما ينفعش يا اخويا، احنا اتفقنا مع الراجل نروح نبص على النابولي. ما تاخذنيش يا طه، معلش يا اخويا انت مش غريب. ولما انا مش غريب يا عمتي، بتقروا فتحه فاطمه ليه من غير ما حد يعرف؟ لو على مين؟ رشاد الحرامي يا خليل افندي، بترمي بنتك الراميه السودا دي؟ والله عندك حق يا طه يا ابني، انا وشي منك في الارض. اخس عليك، انا برضك ارمي بنتي ورميه اهلي بتتكلم عنها؟ ده رشاد دلوقتي بقى صاحب املاك وكلمته بتمشي على السوق واللي فيه. بالظلم، بالظلم والافتراء يا عمتي. اهو كلام، لو عندك اثبات طلعه. وبعدين كفايه ان فاطمه رايداه وعلى هواها. يا عمتي انتوا اكتر ناس عارفين انه قلب اسود من ناحيتنا. ده بعد اللي عمله جدي في ابوه بيتمنى ان احنا نولع واحنا ماشيين. ده يا اخويا اتكلم عن روحك انت. راجل مش طايقك لانه فاهمك، لكن احنا شايلنا فوق راسه ويتمنى لنا الرضا نرضى. خلاص خلاص يا معلم شحاته، ما صحش، احنا عيله واهل. ما يصحش برضو ان كل يومين السوق يقف يتفرج علينا. انا اهو مدد ايدي بالسلام، وكله لاجل عيون فاطمه. خلينا بقى نخلص من الغل اللي جوانا ده. واقف يا حمايه؟ تقولي حاجه حماتي؟ يا اخويا عداك العيب، طول عمرك ابن اصول. طول عمره ابن اصول؟ ما تمد ايدك يا طه في ايد رشاد. اهو قلبك اسود اهو جاحد. جاحد؟ بقى انا اللي جاحد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه صحيح غيران يا ولداه، الحقد والغل واكلينه. عارف ان انصح منه، شايف هو فين وانا بقيت فين. يلا بكره يعقل ويعرف مين هو رشاد بالحق. نهايته ان شاء الله بينا بقى عشان نجيب اللي ورانا. لا معلش روح انتوا، انا تعبان شويه. اتفضلوا. الف سلامه. يلا حماتي. يلا يا ابني.